دلوقتي يا أحبائي جه ميعادنا مع آخر ترنيمة في الفقرة بتاعتنا النهاردة في عيد النيروز، أو يا عيد النيروز ذكرى الشهداء في حياتهم كنوز في سيرتهم رجاء، علشان ننهي اللقاء بتاعنا وإحنا بنتذكر مع بعض أبائنا الشهداء اللي حفظونا الإيمان. الترنيمة ديت حاطينها على لحن قديم علشان يكون سهل إن إحنا كلنا نصليها مع بعض. الكلمات بتاعتها ألفها الشماس الإكليريكي كرم لامع موسى، هو خادم جميل خالص يحب يخدم ربنا وليه خدمة في الكنيسة في المنطقة اللي هو بيعيش فيها، يعني خدمة جليلة. درس في الكلية الإكليريكية ومن زمان هو كان متعلق جدا بالبابا شنودة ويحب يسمع له ويجمع كده حاجات من العظات بتاعته حول موضوع أو حول تأمل أو حول شيء يعني يكون هو مشغول بيه. فيعني شرب كتير قوي من روح البابا شنودة، حتى تعرفين البابا شنودة كان شاعر جميل قوي وشاطر في الشعر. برضو الأخ كرم هو أخويا وصديق العزيز، يعني خد الصفة ديت من كتر ما سمع للبابا شنودة وتعلم وارتوى من تعاليمه، يعني برضو بقى شاعر جميل وبيكتب ترانيم حلوة خالص. ليه ترانيم كتير طبعا مشهورة ما أقدرش أعدها لأن ألبومات كتير احنا عملناها هو كان مؤلف الكلمات بتاعتها، ولكن الترنيمة دي ألفها لنا مخصوص علشان نصليها في عيد النيروز في الخدمات بتاعتنا. تفضلوا نصليها ودي تكون آخر يعني فقرة في اللقاء بتاعنا النهاردة، وتذكرونا دايما في صلواتكم. يا عيد النيروز يا ذكرى الشهداء في حياتهم كنوز في سيرتهم رجاء. القرار بيقول ماري جرجس ماري مينا أبو سيفين ومارينا ودميانا في وسطينا وشهداء كتير، والأبيات بقى تكمل زي ما هي مكتوبة عند حضراتكم. تفضل. فرحان بالمسيح عريسهم، أكل الوية جان صاروا فوق رؤوسهم والكل فرحان
ناري جرجس ناري مينا وأبو سيفين ومارينا ودميانا في وسطينا والشهداء كتير. ناري جرجس ناري مينا وأبو سيفين ومارينا ودميانا في وسطينا والشهداء بطر وتدرس وأبو فم وتوادرس وقبل ابن يسطوس وأبا نوب وونان شهداء كتير. ناري جرجس ناري مينا وأبو سيفين ومارينا ودميانا في وسطينا وشهداء كتير ورفقة ودولاجي وأولادهم وياهم بربارة ويوليانا وأباس خيرون معاهم رفقة ودولاجي وأولادهم وياهم بربارة ويوليانا وأباس خيرون معاهم. ماري جرجس ماري شهداء كتير. ماري جرجس ماري مينا وأبو سيفين ومارينا ودميانا في وسطينا والشهداء كتير.